استكشاف بطاريات ليثيوم أيون، كيف تعمل وكيف يتم شحنها وكم تستغرق لإكمال شحنتها؟ ما يحدث ببطاريتك شيء وصل حد الجنون، حيث إن كل ثانية تستخدم فيها هاتفك الذكي تحدث تفاعلات كيميائية يحدث بداخلها. تبدو البطارية وكأنها أداة صلبة جامدة دون تحرك أي جزء منها، ولكن هذا الشيء غير صحيح، حيث إن بداخل البطارية هناك تفاعل كيميائي مستمر يحدث، وبدون هذا التفاعل يعتبر هاتفك أداة ميتة، وهذا ما نعرفه جميعاً. دعونا نحلل بطارية الليثيوم أيون. كيف تقوم بتشغيل هاتفك الذكي؟ ما الذي يحدث عندما نقوم بشحنها؟ وربما يكون هذا التساؤل الذي نتعجب منه جميعاً. لماذا تضعف البطارية بتقدم الوقت؟ ولإجابة هذه التساؤلات دعونا نفتح هذه البطارية وننظر ما بداخلها. أولاً، كيف تقوم البطارية بتشغيل هاتفك الذكي؟ فلنبدأ بما نعرفه. جميع البطاريات يوجد بها القطب الموجب والقطب السالب ومزود الطاقة والكهرباء لأجهزتنا المحمولة، لذلك فالكهرباء شيء أساسي لتدفق الإلكترونات بهواتفنا الذكية، حيث إن الإلكترونات التي شحنتها بالسالب تتدفق من القطب السالب وتقوم بتشغيل الأشياء مثل السماعات أو الشاشات وتنتهي عند الطرف الموجب. إذن من أين يأتي تدفق الإلكترونات هذا؟ حسناً، هذه بطارية ليثيوم أيون، حيث تأتي الإلكترونات من عنصر الليثيوم عند الطرف السالب والذي يسمى تقنياً الأنود. يتم تخزين الليثيوم بين طبقات الكربون الجرافيت على غرار الجرافيت في قلمك الرصاص. يحتوي الجرافيت على بنية بلورية ذات طبقات مستوية الإعداد والتي تسمح للليثيوم أن يكون مثبتاً بين كل طبقة، والمصطلح التقني لهذا هو الإقحام. يعمل الجرافيت كمساحة تخزين ثابتة لذرات الليثيوم. حسناً، بالانتقال قليلاً، فهناك خاصية واحدة ملازمة لعنصر الليثيوم، هو أن عنصر الليثيوم لا يرغب بالاحتفاظ بالإلكترون الخارجي الخاص به ويريد التخلص منه عندما يكون هناك مسار متاح من الطرف السالب إلى الطرف الموجب. ينفصل هذا الإلكترون عن الليثيوم ويبدأ بالتوجه إلى الطرف الآخر، وبنفس الوقت يترك الليثيوم الجرافيت ويصبح موجباً أو مشحوناً بموجب واحد ويسمى أيون الليثيوم. ولمعلوماتكم، فالأيون هو مجرد كلمة تعبير مجازي للذرة التي فقدت أو اكتسبت إلكتروناً، وهكذا يتم الشحن. عندما تقوم مجموعة من ذرات الليثيوم بمغادرة الجرافيت في نفس الوقت يحدث تدفق للإلكترونات. إذن دعونا الآن ننتقل إلى القطب الموجب والذي يسمى تقنياً بالكاثود. يوجد هنا الكوبالت، وقد فقد بعض الإلكترونات لصالح الأكسجين، وهذا ما جعل الكوبالت موجباً أو يتم شحنه بموجب 4، ونتيجة لذلك فهو يريد استعادة إلكتروناً. لذا عندما نقوم بتوصيل القطبان الموجب والسالب لهاتفنا الذكي تتدفق الإلكترونات من الليثيوم الذي يريد أن يتخلى عن إلكتروناً من خلال الدوائر والمكونات في الجهاز الذكي متوجهاً إلى الكوبالت الذي يريد أن يكتسب إلكتروناً. وهنا ننتقل إلى قضية أخرى بتدفق الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. ينمو جانب الكوبالت أكثر فأكثر بشحنه بالطاقة السالبة، والجانب الآخر يشحن بالموجب. صحيح أن الإلكترون يريد أن يتدفق في هذا الاتجاه، ولكن بنفس الوقت فالإلكترونات لا ترغب بأن تنتقل إلى منطقة يتم شحنها أكثر بالشحنات السالبة، وهذا بسبب أن الشحنات المعكوسة
تنجذب والشحنات المتشابهة تتنافر. ولإصلاح ذلك نعطي الإلكترونات حديثة الشحنة السالبة ليثيوم أيون، والذي قام بالحال بمغادرة الجرافيت لينتقل إلى الجانب الآخر. يسمى هذا الممر بالإلكترولايت، ووظيفته السماح لأيونات الليثيوم بالانتقال من جانب إلى آخر، بينما لا تسمح للإلكترونات بالانتقال عبرها. عندما يصل الليثيوم لجانب الكوبالت يحشر نفسه مرة أخرى أو يتحد مع الكوبالت ليصبح الليثيوم أكسيد الكوبالت. الليثيوم لا يستعيد إلكترونه، فذهاب هذا الإلكترون يحدث فقط لموازنة تراكم الشحنات. دعونا نلخص ما حدث. هنا يوجد بطارية ممتلئة. خلال ساعات اليوم تقوم ذرات الليثيوم بمغادرة طبقات الجرافيت وتنفصل عن إلكتروناتها لتكون أيونات الليثيوم. تتدفق الإلكترونات من الطرف السالب من خلال دوائر ومكونات جهازك الذكي، وفي الطرف الموجب كذلك للانضمام إلى ذرات الكوبالت، وبنفس الوقت تغادر أيونات الليثيوم من خلال الإلكترولايت ليتم تعادل الشحن والحفاظ على التفاعل ذاته. هذه هي الصيغة الكيميائية للتفاعل الذي يحدث. هكذا تقريباً ومع نهاية اليوم تترك كل الليثيوم طبقات الجرافيت وانضم إلى الكوبالت ليكون ليثيوم أكسيد الكوبالت، وهكذا تفرغ البطارية. الآن بعد أن أصبحت بطاريتك فارغة، دعونا نقوم بشحنها مجدداً. نقوم بتوصيل جهاز الهاتف بالكهرباء، وبالتالي يطبق الشاحن قوة أعلى على تدفق الإلكترونات في الاتجاه المعاكس، فيتم سحب الإلكترونات من الكوبالت، وبالتالي إعادة الكوبالت إلى حالته موجب 4 وطرد أيونات الليثيوم. ومن جهة أخرى تنتقل الإلكترونات بقوة إلى الجرافيت الذي يسحب الليثيوم من خلال الإلكترولايت، ومن ثم يعود إلى طبقات الجرافيت. وكما ترون فهذا بالضبط عكس التفاعل السابق، وهذا ما يجعل البطارية قابلة للشحن مرة أخرى. عندما تستخدم هاتفك يتحرك الليثيوم والإلكترونات باتجاه واحد، ولكن يحدث العكس عندما تقوم بشحن الهاتف. حسناً، الآن دعونا نعود قليلاً ونضيف بعض التفاصيل الإضافية. أولاً، لا يجب أن يحدث تلامس بين هذين الجانبين. إذا كان بإمكان الأنود والكاثود التلامس، وفي حال تسرب أي ليثيوم من خلال الجرافيت سوف يتسارع التفاعل الكيميائي بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويتسبب بحريق أو انفجار صغير في معظم الأحيان، وبالتالي فالفاصل غير موصل وشبه المنفذ، ويسمح لأيونات الليثيوم بالمرور ويستقر في الوسط. وهذا الإلكترولايت ليس فعالاً لأنه سائل. وشيء آخر يجب ملاحظته هو أن الجرافيت وبروكسايد الكوبالت لا يجيدون تجميع أو توزيع الإلكترونات، وهكذا تضاف طبقة نحاسية موصلة بجانب الجرافيت وطبقة ألمونيوم موصلة إلى جانب بروكسايد الكوبالت. هاتان الطبقتان تسميان بالمجمعات. حسناً، ثالثاً، هذه الرسوم المتحركة تظهر 100% من الليثيوم ينتقل من الأنود إلى الكاثود والعكس، لكن في الواقع ستكون هناك دائماً نسبة مئوية لهذا الانتقال من الليثيوم الذي يبقى في الأنود، الكاثود والإلكترولايت على الرغم من شحن البطارية بالكامل أو تفريغها على التوالي. رابعاً، ولكي نرفع من قدرة البطارية والسماح لها بالتناسب مع هاتفك الذكي، كل هذه الطبقات مطوية وملفوفة في حزمة المنشور المستطيل. أوه، أعلم أن هذا كثير، ولكن خامساً وأخيراً، من أجل تنظيم تدفق الكهرباء يتم إضافة دوائر إضافية إلى الجزء العلوي من البطارية. هذه الدوائر تمنع الشحن الزائد وبالتالي تمنع إتلافها كذلك. والآن إلى السؤال الأخير، لماذا تقل سعة البطارية مع مرور الزمن؟ هناك العديد من الأسباب،
واحدة من هذه الأسباب هو أن الليثيوم والإلكترون الداخل يتفاعلون مع الإلكترولايت والمذيبات العضوية لتشكل المركبات التي تسمى الطور البيني للكهرباء الصلبة أو SEI. تستهلك SEI الليثيوم والإلكترولايت بشكل لا رجعة فيه، وبالتالي تقليل الكمية الإجمالية للليثيوم، وبالتالي تقليل الساعة القصوى لبطاريتك. سبب آخر هو أنه عندما يتم تفريغ البطارية بالكامل حتى نفاذها، يمكن أن ينتج عنه الكثير من الليثيوم على جانب الكوبالت الذي يسبب إنتاج أكسيد الليثيوم وأكسيد الكوبالت 2 الذي لا رجعة فيه. هذه المكونات عالقة في تلك الحالة، مما يقلل من كمية الليثيوم والكوبالت في الاستخدام المستقبلي. لذا هناك نصيحة واحدة، وهي عدم ترك البطارية تعمل حتى تفرغ بالكامل. من الأفضل أن تقوم بإعادة شحنها عندما تكون بحدود 30 أو 40%، ولا أن تفرغ بشكل كامل. الأمر متعلق بالاستخدام. عندما يتعلق الموضوع بالبطاريات، فهناك المئات من المواد الكيميائية المختلفة والعناصر التي تسمح لهم بالعمل، ولكن جميعهم يعملون بنفس المبدأ. أنت فقط تحتاج لثلاث مواد. واحدة تحتاج الإلكترونات التي تريد أن تتخلى عن الإلكترونات، ومسار لبناء شحنة تصل حد التعادل. شكراً لكم لحسن المتابعة، وهنا سأترككم مع ثلاثة أسئلة دعونا نناقشها بالتعليقات، واتركوا أسئلتكم هناك أيضاً، سنقوم بالرد على جميع تساؤلاتكم. للمزيد من المناقشة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وإخبار أصدقائكم وعائلاتكم عما تعلمتموه اليوم. كانت هذه الحلقة عن بطاريات الليثيوم أيون في الهاتف الذكي، وتتفرع إلى بطاريات السيارات. تمت المناقشة بواسطة Learn Engineering، تعلم الهندسة، حيث نوصيك بأن تلقي نظرة عليها، كما أنها مرتبطة بالخلايا الجلفانية والفولتية، الروابط الكيميائية والكهربية، وكذلك بطاريات الليمون. علق بالمزيد من التساؤلات والأفكار، وتذكر البساطة المفاهيمية والتعقيد الهيكلي.